حياتنا بقت عباره عن ترندات، بنصحى الصبح على ترند وننام على ترند، وحاجه اخر لذاذه وجمال بصراحه. سنه 2022 الحقيقه كانت مليانه ترندات، ويمكن لسه لحد النهارده مكمل معانا، بس احنا الاهم ان احنا لازم نبقى عارفين ان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، لو ما مسكناهوش صح، لو ما حزمناش الامر، الموضوع بيفلت مننا جدا وما بيكونش الموضوع لذيذ خالص. وعايزين بقى نفهم الفرق، يعني ايه انفلونسر، يعني ايه بلوجر، يعني ايه يوتيوبر، كلام كتير جدا على السوشيال ميديا تحت مسمى واحد. عشان كده منورنا في الاستوديو النهارده الانفلونسر روان عصام، هندردش معاها في ابرز الترندات ونفهم يعني ايه اصلا ترندات. اهلا بيك يا روان. اهلا بيك، عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك يا روان، منورانا. وعايزه اعرف بقى منك كده، انت ايه حكايتك وقلبه الدنيا وقلبه السوشيال ميديا ودمك خفيف بطريقه فظيعه؟ وبعدين انا شايفه يا جماعه في انفصام، هي شخص غير اللي بتشوفوه ده خالص، انتوا دلوقتي هتكتشفوا لوحدكم حكايتك ايه. هو يعني كده بعمل فيديوز للبنات، بنمشي مع الترند بقى حاجه حاجه، بس زي ما فرح وضحت ان هو ذو حدين، فبنمشي مع الترند الايجابي بلاش السلبي. وهو الفيديوهات الحمد لله بتتظبط تطلع ترند كده، يعني عشان ممكن ماشيه مع الموجه شويه او ماشيه مع الاغلبيه. طيب انا عايزه اسال سؤال، ايه الهدف من الترند؟ يعني انت دلوقتي بتقولي انا عايزه امشي مع الترند الايجابي، اصلا مفهوم الترند المفروض ان هو حاجه الناس بتطلعها. دلوقتي الانفلونسرز او البلوجرز بقوا بيطلعوا الترند ازاي؟ هو اي حاجه تعمل بروباجندا، اي حاجه تثير الجدل، ما بقوش بقى يركزوا ان الحاجه دي ممكن تثير الجدل في الحاجه الغلط ولا الصح، واهم حاجه ان انا اثير الجدل عشان انا اتشهر. هدف الترند ان انا ابقى عليا سبوت كده. يعني الاساس من الترند ان انت عايزه تتشهري. طبعا اكيد هو ده اساس الترند. فهمت. طب روان، انت دلوقتي لاحظت ان انت بتوجهي نصايح للبنات، ايه اللي خلاكي تاخدي الاتجاه ده، وايه اللي خلاكي اصلا يا روان تعملي فيديوهات؟ اللي خلينا ناخد الاتجاه ده لان اللي معاه البنات الكلام بتاعك ده هو انه كده اللي معاه البنات كسبان طول ما احنا طول ما انا اخده البنات في صفي واحنا مع بعض كده كسبان. لكن اي حد ياخد صف رجاله ولا اي حاجه، لا احنا مع بعضين احنا كبنات. لا طبعا ما ينفعش ناخد صفهم. صح. ينفع. الاعتدال. لا انا زيك يا روان. لا 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 لا. عجبتيني. هتكلم زيها في الفيديوهات، عجبتيني. عجبتك شفتي؟ اقنعتك. طب ممكن تفهميني كمان ايه الفرق بين الانفلونسر والبلوجر؟ بنلاقي ناس بتزعل لما بنقول له انت انفلونسر، وناس ثانيه بتزعل لما بنقول له انت بلوجر، ايه الفرق بين الانفلونسر والفرق بين البلوجر؟ والله هم كلهم بيتحطوا تحت مسميات كتير، بس هو عموما الانفلونسر بيبقى شخص مؤثر في الناس على حسب بقى المحتوى اللي هو عايز يعمله. يعني هو دلوقتي انا باثر فيكي في المحتوى، سواء محتوى كوميدي، سواء ان انا بفيدك بميك اب، باي حاجه، دوت المؤثر. فرق طبعا ما بينه وبين اليوتيوبر، اليوتيوبر ده ممكن بيعمل فيديوهات بقى وتحديات والكلام بتاع اليوتيوب دوت، بس ما اعتقدش حد يتضايق من ان هو يتقال له انفلونسر او بلوجر لو هو صاحب محتوى. هو ده بس اللي بيفرق، انه لو انا طبعًا بقدم حاجه فتقول لي بلوجر فانا هنا اتضايق. لا انا لازم بقى انفلونسر عشان انفلونسر يعني شخص بيأثر في الناس. لازم يأثر اكيد. بس طب انت مثلا جات لك فكره نصيحه مثلا حبي نفسك، واللي هي بتقولي البنات المسحوكين وبتاع انا ذكر، يعني على اي اساس انت يعني قلتي النصيحه دي بالذات حبي نفسك؟ على اساس ان البنات بيخشوا لي على المسج، انا يعني لمسه شويه الواقع مع البنات، فبيخش يبعتوا لي مسج مشاكل وانا بطلع ارد عليهم بطريقه كوميديه. طبعا عشان احنا كفايه هم بقى، احنا لازم نفرفش كده، واحده تشكي لي همها هطلع نكد عليها. تعمليها لها بتردي بطريقه بتضحك. لازم طريقه كوميدي كده، وفي نفس الوقت يكون فيها رساله برضه. صح. طب احنا فعلا شفنا فيديو ليكي على السوشيال ميديا لما كنتي عامله عمليه التكميم وجاب مشاهدات عاليه جدا، طيب كان ايه الهدف لما نزلتيه، وهل فعلا كان وراء رساله ولا مجرد بس دعايه يعني للموضوع؟ لا انا حتى في الفيديو وضحت ان انا مش حابه ان انا اعلن عن اسم الدكتور، لان انا يعني ما كان ده مش دعايه بينكم من الدكتور. لا 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 لا، انا وقفت الموضوع ده. انا كنت طالعه يعني. كانت الناس كتير عماله تسالني تجربتي ايه مع التكميم، هل هي الموضوع ناجح لا، فانا طلعت اتكلمت بكل صراحه عن تجربتي انا مش عن التكميم عموما، نقلت تجربتي انا الشخصيه ليهم. في ناس اقتنعت والحمد لله، كان الاغلب في الكومنتس يعني، عشان الموضوع ده ناس كتير جدا مهتميه بيه من البنات فعلا، يعني عمليه التكميم وان جسمهم يبقى حلو اكيد والحاجات دي كلها، وانتوا كده كده حلوين في جميع الاحوال. انا لسه هقول البنات اول بكل حاجه. دي حقيقه، بس مفيش يعني حاجه وحشه عوره ان احنا نزود من جمالنا اكتر. ده اكيد. طب انا عايزه اسالك حاجه، هل انت قبل كده شفتي واحده مثلا لقيتي مثلا تصرفاتها او طريقتها مثلا استفزتك ان انت تنزلي فيديو مثلا تنزلي نصيحه مثلا على السوشيال ميديا؟
هو انا بطلع ارد اهو على الحاجات المستفزه، بس مش بقصد مين الشخصيه يعني، او مش قصدي استفزاز يعني. مثلا زي انت دلوقتي شفتيني مثلا، انا دلوقتي انا وفرح، انت مثلا ممكن تديني نصيحه ازاي بطريقتك على الفيديوهات؟ ممكن تقولي لي زي إيه؟ القمر الاثنين مش قولي لي اي حاجه كده من الحاجات، تحبي نفسك والحاجات بتاعتك. لا طبعا اكيد لازم يعني الواحد يحب نفسه ويثق في نفسه، لان بجد التوسع اللي احنا فيه والسوشيال ميديا الفتره الواسعه قوي دي، كميه تنمر، كميه انتقادات، فالناس مفيش تراست خالص، الثقه بقت تتهز.